يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام من جديد. وصلنا إلى المحور الأول من حلقتنا لهذا اليوم. الملاحظ في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة جدا في نسبة حالات الطلاق في المجتمع العراقي، بما يندر بكارثة اجتماعية على المستوى القريب وحتى المستوى المستقبلي على حد سواء. كلش هواية حالات طلاق يا همسة. نعم، بالفترة الأخيرة بالذات. بالضبط، حتى الأشخاص القريبين من عندنا ممكن عائليا وممكن معرفة عامة. نعم. كلش ننقهر من نسمع أنه فلان وفلانة. طبعا طبعا، بعد هذه الأشرة وسنوات بالضبط. كثيرة سنوات تضحية ووقت وجهد بالضبط. وكل هاي التفاصيل. إذن مشاهدينا الكرام، تقف عدة أسباب خلف هذه الحالة الغريبة في مجتمع أقل ما يقال عنه أنه مجتمع محافظ وإسلامي بنسبة كبيرة منه، بالتالي فالمفروض أن تكون النسبة أقل مما يمكن قياسا بالمجتمعات الأخرى. إذن موضوع حلقتنا اليوم تزايد حالات الطلاق بين الشباب، سنناقشه مع الباحثة الاجتماعية خلود الشمري. يسعد صباح الست خلود، نورتي قناة زاكروس الفضائية. صباح الخير عليكم وعلى كادركم الجميل وعلى كل المشاهدين الكرام. يسعد صباحك، نورتي. يسعد صباحكم. أكيد بالبداية إحنا مثل ما ذكرنا اليوم بنشوف حالات الطلاق كلش هواية. نعم. فحابين نتعرف عن أسباب حالات الطلاق وبالذات في الفترة الأخيرة. نعم. أو في السنوات الأخيرة. نعم. طبعا الأسباب كثيرة. نعم. ودائما احنا يعني نتحدث عنها. خلي اليوم نحكي يعني نقول بعيد عن الأسباب المتعارف عليها، هي اللي هي العامل الاقتصادي. نعم. تدخل الأهل اليوم يمكن أنا أعتبر من الأسباب الرئيسية للانفصال. أولا هو الاختيار الخاطئ. يعني كثير من اليوم من الشباب من الفتيات اختيارهم مو بمحله، يعني فلذلك فترة يعني يمكن الزواج ما يدوم يمكن حتى أشهر. وأيضا العامل الرئيسي اليوم للأسف هو الموبايل. طيب يعني قبل ما ننتقل إلى العامل الثاني خلينا نوضح العامل الأول. طيب ليش راح تعرف أنه اختيارها غلط؟ يعني شوف إحنا اليوم كأسر وعندنا يعني بنات وتشوفين مثلا اليوم الفتاة مثلا بالكلية اختارت وفق ما مثلا زميل أو كذا، بس هي ما تعرف شنو هذا الطبعة، شنو حياته، شنو هو كشخصية. يمكن المشكلة من تتعرف الآخر. نعم تتعرف عليه، تتعرف عليه ملاك. يعني ما يظهر صفات احنا اليوم كل شخص عنده صفات سلبية وإيجابية. يعني بذرة خير وبذرة شر موجودة بكل نفس، لا هي تظهر العكس ما موجود بحياتها اليومية وهو نعم. نفس الوضعية. وبعد هذا الاختيار أو هذا اللي نقول التعارف القصير يتم الزواج. من يتم الزواج شيء أكيد راح تبين حقيقته كشخصيته شنو وضعه النفسي، وهي نفس الوضعية هنا راح هو يعني يدرك بين اختار مو هاي الفتاة اللي كان مثلا يشاهدها الصوت الناعم الرقة. يعني إنسان لأن هي راحت ما تبقى تمثل أو ما تبقى دائما متصنعة، فراح تكون بطبيعتها. هنا الطامة الكبرى لو يعني كانت على حقيقتها، لو كانت يعني تحدث له شنو سلبياته شنو إيجابياته. يعني أتحدث السلبيات قبل الإيجابيات. أنا كذا كذا وهو نفس الوضعية، بحيث يكون تعارف. وأيضا دور الأهل اليوم بالسؤال عن الشاب منو عائلته. اليوم إلى أين يعني هذا الشاب أصدقائه بيئته، هاي كلها المفروض متعارف عليها من قبل العائلتين. هذا بالنسبة للاختيار. أما السبب اليوم الرئيسي اللي دا اشوفه، قلت لك احنا انا ما حكينا بالعامل الاقتصادي اللي هو، لكن خلينا نجي لهاي الاشياء اللي اليوم دت يعني لا دت تخرب عوائل. اليوم دت تصير طلاقات بسبب موبايل، وكثير يمكن اتمنى تجون تسوون فد يعني إحصائية أو فد يعني نقول تقرير وتروحوا للمحاكم وتسألون الباحث الاجتماعي. يعني موبايل مثلا تلقين خيانة زوجية داخل
البيت داخل الأسرة، سواء أنا اليوم ما أنزه المرأة، ما أنزه المرأة من عتها ومن الزوج نفسه. هنا سوء استخدام الموبايل أدى إلى انهيار الأسرة وازدياد حالات الطلاق. يعني ثقي لو تروحين تبحثين بالأسباب تلقين أسباب سوء استخدام الإنترنت أكثر من العوامل الاقتصادية والعوامل الأخرى. نعم. طيب ست خلود، مثل ما ذكرتي حضرتك أنه من الممكن التليفون والسوشال ميديا، من الممكن اختيار الفتاة وتصنع الفتاة أو الشاب ببداية العلاقة بشخصياتهم، بالتالي هو أوريدي راح تطلع الشخصيات الحقيقية وتنزال كل الأقنعة الموجودة. طيب اليوم كفتاة أو اليوم كشاب، أنا إذا أريد أقدم على الزواج أو خطوة الارتباط بشخص معين، مثل ما تعرفين أنه إحنا عاداتنا وتقاليدنا وبعض العوائل لحد الآن محافظة جدا. يعني إحنا يمكن فترة الخطوبة هي الفترة الوحيدة اللي تسمح بها الأهل أنه يصير تعارف. طيب في حال أنه هيك قرار مع هيك عائلة، مع هيك محافظة زايدة عن اللزوم بالعائلة، اليوم الشاب شلون يقدر يتعرف على الفتاة؟ هل هي مناسبة إلى من ناحية الاجتماعية، من الناحية الثقافية، ومن كل النواحي، وأيضا الفتاة؟ نعم، احنا هسه خل بعد انطيك فد معلومة عن شنو زيادة الحالات ايضا. قلنا الزواج المبكر هذا سبب جدا كبير، يعني اليوم اعمار ال 14 وال 15 حتى 12 سنة اليوم هي فتاة، يعني طفلة انا اشوفها مسؤولة عن زوج وعن عائلة، فهذا ايضا سبب من اسباب الطلاق. نجي اليوم شلون يختار الشاب او شلون يعرف زوجة المستقبل اذا كانت هاي العائلة؟ شيء اكيد، اولا يعني احنا اليوم فعلا بمجتمع محافظ، كثير من العوائل اليوم ما تتقبل الفتاة مثلا من تنخطب تطلع او تتعرف، لكن اكو ايضا وسائل تواصل. يعني اليوم خمو احنا بالعكس صح مجتمع محافظ، لكن اكو امور اخرى يقدر اليوم الشاب يتعرف عليها من خلال الاتصال، معرفة شخصيته، ايضا اذا كانت طالبة بالجامعة او موظفة بدائرة ما. إذا الشخص اليوم يريد ثقي يعرف يعني تفاصيل عن زوجة المستقبل، صدقيني راح مو صعبة، وحتى هي الفتاة نفس الوضعية. طيب. لكن أكو لا، هو يعني شلون أقول لك، إنما يغض النظر عن كثير من الأمور، مجرد شافه شكل، شافه البدايات حلوة، لكن النهاية أعمى بالبداية وبعدين تظهر هي الفخر الحقيقة. للنهاية بالضبط. الفخر للنهاية، فلذلك ينغري مثلا بالشكل، هي نفس الوضعية. وبالتالي من الممكن تنغري بالحالة المادية، الحالة المادية نعم، والسيارة وهاي الأشياء، هي الحياة مو بس حياة مادية، يعني كثير من اليوم الشباب ميسورين، يعني سواء أهاليهم هم، لكن تلقينا منفصل من وحدة ومن اثنين. ليش؟ لأن مو اليوم الحياة مو فقط على الحالة المادية، لا، كثير من الأمور تكملها. طيب احنا دائما نحمل بصراحة رجل عراقي مسؤولية الطلاق ومسؤولية أنه الأبناء راح يعني يصيرون ضحية هذا الموضوع، ليش منحمل الزوجة أيضا؟ هو اتفق وياها على شروط معينة ما قبل الزواج في فترة الخطوبة أو حتى ما بداية الزواج، الطلعة وطبة سواء كانت ملابسها، شغلها، ولا غيرها ولا غيرها. طيب ليش بعد سنوات من هذا الزواج وتم على خير وبعد إنجاب عدة أطفال، بعد عدة سنوات من يعني وظيفتها وشافت صديقاتها أكثر وأكثر، قامت تتغير أسلوبها وياه، وقامت تتغير تعاملها وياه، فإحنا ليش دائما نحمل الرجل مسؤولية هذا الموضوع؟ لا طبعا مو فقط الرجل، أنا خلينا أقول لك فد أكو تصرفات اليوم خاصة هاي الأجيال الصغيرة، ما أريد يعني نتحدث عنكم، لكن هي اليوم قلت لك يعني هسه إحنا جبناها مو بس الخيانة الإلكترونية، لا، عتها موبايل اليوم متابعة مثلا شخصية ما اللي هي مثلا على السوشيال ميديا، تظهر حياة الرفاهية، حياتها مثلا شلون تتعامل ويا زوجها، هاي اقتدت وخلت هاي الشخصية الوهمية بالواقع الافتراضي هي القدوة مالتها، فلذلك من تجي تتعامل ويا زوجها، زوجها يجوز إمكانياتها المادية محدودة، يجوز وضعه ما يتحمل، تجي هي لا تريد أزيد، يعني هذا الموضوع يأثر أكيد على الزواج المراهقات أو حتى زواج لا وحتى زواج الفتاة، لا 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 أنا أخذيها من عندي أنا، مو بس باحثة اجتماعية، أنا
اختصاصي بتمكين قدرات المرأة، يعني عندي منظمة وأخذت هذا الموضوع صار لي سنوات أدرس عليه. من ضمنهم هي هاي الأسباب اللي اقتداء بشخصيات من واقع افتراضي وده تطلب من عنده من الرجل. هي جوز مثلا ربت بيته وأنا أريد هو ما عنده. وتشوفين اليوم إحنا ده تشوفين مجتمع يعني كثير من شبابنا عاطلين عن العمل حتى وإن كان موظف وراتب بسيط. مي يعني هاي يعني الظروف والاحتياجات اليوم الأسواق والأسعار بازدياد. فما يتحمل راتب. هي لا إلا أريد مثل الموت الفلانة إلا تجيب لي إلا كذا. فمشكلة بسيطة تتفاقم إلى أن تصبح مشاكل كبيرة وبالتالي يتم الانفصال. طيب ست خلود، مثل ما تعرفين ومثل ما ذكرنا أنه الزواج ما راح يكون مقتصر فقط الأشياء السلبية فقط على الأب والأم أو الزوجين، لا من الممكن أكو أطفال، من الممكن أنه تنفصل المرأة وهي حامل كشي بدائي وبعدين يتم الانفصال كقانون. اليوم إحنا عندنا مسؤولية كلش كبيرة وضروري نسلط عليها الضوء يا همسة من خلال حضرتك ست خلود. الأطفال الأطفال هذول العبء الكبير اللي المفروض نفكر بيهم، الشخص الوحيد اللي ممكن نفكر بيه إذا كان طفل أو أكثر. اليوم إحنا كأم وأب شلون نقدر ننهي علاقتنا بودية واحترام لأجل هذا الطفل لأجل سعادته؟ لأنه كل شهواية أكو أمهات وآباء عايشين سوا لكن هم مشتتين ومتفككين بداخل الأسرة، فدائما يكون الطفل هو بحالة غير تأثر على نفسيته بالضبط، غير مستقرة، وأيضا تكون نفسية الطفل جدا متأزمة، ممكن يصير توحد، ممكن يصير اضطرابات نفسية. اليوم إحنا شلون ننصح الأم والأب، ننصح الزوجين أنه النهايات ضروري تكون جميلة ومليئة بالاحترام والود لأجل هذا الفرد المهم بالمجتمع؟ طبعا خلي أنطيك فد قصة واقعية عشتها مع أحد الأطفال. أنا امرأة تربوية كنت أدرس ابتدائي هسا على الثانوي. من كنت على ابتدائي كان طفل بالثالث ابتدائي لكن عمره أكبر من أقرانه يعني بس هذا ما ينتبه للمادة، عنده شرود دائما ذهني. المهم سألت أنا من نوع يعني انتبه للصغير وتشبير بالتلاميذ بالأطفال، فرحت سألت بقية الزميلات من المعلمات يابا هذا عندكم هماتين يجي عنده شرود ذهني؟ قالوا ردت أوصل إلى ليش يعني أولا عمره كبير، اثنين عند هو رغم هو هادئ يعني أكو بداخله حزن عميق. توصلت إلى أن لقيت الأم والأب منفصلين. الأب متزوج وعايش بمكان طبعا هو الأخ وياه أربعة يعني هم خمسة. الأم أيضا متزوجة بمحافظة بعيدة جنوبية. ذولا وين باقين؟ باقين عند الجد والجدة. يعني شوفي شلون أثرت حالة الانفصال على نفسية الأطفال. أنا اليوم من أريد أتزوج وأريد أختار شريك حياتي أنا لازم أفكر فيما راح يكون عندي أطفال، لازم أتحمل من الطرفين ها صح. يعني سواء كانت الأمرأة الزوجة والزوج. اليوم بعيد عن هاي المشاكل لازم إحنا يكون عندنا سعة صدر، لازم نتحمل هاي الحياة. هي مشاركة مو بس اليوم هي حياة وردية طبعاً. وبدلة وخلص لا، حياة يعني هي حياة متعبة سواء كانت متزوجة أو ما متزوجة، كل بالعمل بالبيت هي حياة لازم إحنا ننطي من نفسنا. إذن يجب التفكير أولاً من تريد تختار تفكر بأطفالها المستقبلين. هذا راح يكون لازم صالح لأولادي؟ أحسنتي، لازم أني هذا الشخص من أختاره أني أتحمل وهو نفس الوضعية أو أهون الحياة. يعني هاي المشاكل الجانبية أبسطها، يعني أبسطها ما أصعب من أتوقف على كل مشكلة صغيرة أو أعظمها. لا، أكو بيهم أمهات ما يفكرون للأسف يعني، وبالتالي تشوفون كم هائل من الأطفال اللي هم دي يسولون بالشوارع دي يشتغلون أعمال أكبر من جسمهم من عقلهم. فهي هاي أكيد راح نتحدث عن هذا الموضوع، لكن عندنا استطلاع بخصوص هذا الموضوع وراح نشاهد هذا الاستطلاع وبعدها راجع لكم. أكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بتفاصيل هذا الموضوع خاصة وأسباب الطلاق بالآونة الأخيرة. ست خلود إحنا أكيد مستمرين يعني بالضبط. يا شهلة عندنا اتصالات أكيد بعد بالضبط. ما شاهدنا آراء المواطنين أيضا راح تكون عندنا اتصالات هاتفية وراح نأخذ آراء المواطنين حول هذا الموضوع. نعم يا
طيب ست خلود، اليوم حكينا عن تفاصيل كلش هواية، لكن هل من الممكن اليوم نسلط الله على فكرة الزواج المبكر؟ نعم. أغلب العوائل اليوم شاهد التلفزيون، أغلب العوائل المحافظة إذا ما عندها تليفونات وشبكة إنترنت وهذه الأمور أضعف الإيمان، تشاهد برامج التلفزيونية وخاصة البرامج الصباحية والاجتماعية. طيب هل من الممكن اليوم تنطين نصيحة لأمهاتنا وآبائنا من العوائل المحافظة أنه ما يخلون أولادهم يتزوجون بسن مبكر؟ للأسف إحنا شفنا أعراس رهيبة على منصات التواصل الاجتماعي، المصورين اللي طالعين تقريبا عددهم 5-4، العروسة طفلة، العريس حاطي له هنا بينجو ما أعرف شنو أشياء. في اليوم شنو نصيحتك للآباء والأمهات خاصة بالنسبة للأعمار المراهقة والأعمار الصغيرة، وهذا حتى اغتصاب لأعمارهم ولأجسادهم ولعقولهم ولكل تفكيرهم. فعلا اليوم احنا يعني نمر بمشاكل، وخاصة هي ظاهرة الزواج المبكر اللي هي بأعمار صغيرة. طبعا انا اليوم رسالتي اول مرة للأم، لان الأم دائما هي قريبة من بناتها وقريبة من اولادها. شما تكون يعني الأسرة محافظة، شما يكون بيها ظلم مثلا الأب كان عصبي أو الأخ، يجب أن تأخذ دورها الطفلة وتعيش مرحلة الطفولة وحياتها إلى أن تبلغ وتكون امرأة يعني مدركة للحياة الزوجية. ذاك الوقت زوجيها أو خلي الشخص المناسب يقترن بها. يعني اليوم أنا مو لأن والله حياتي فقيرة أو أزوج يعني اكو ظروف صعبه والله لا، ممكن اذا هي بكنف وبيت اهلها وهي ما ماخذه يعني مو نقول حقوقها، حقوقها كطفله، كيف ما اذا ذهبت الى رجل غريب، اذا ذهبت الى عائله ما راح يعني مستحيل راح تلقى الحنان والرعايه من الاهل. مستمرين ست خلود وياك بهذا الحديث نفسه، لكن راح نستقبل اول اتصال ونقول الو. ألو، صباح الخير. مرحبا، يا صباح الخير والعافية. وياكم محمد من بغداد. أهلا وسهلا محمد. ممكن نشارك في البرنامج؟ أكيد ممكن نشارك ست خلود وياك. أهلا وسهلا، تحدث وياها. مساء صباح الخير ست خلود. أهلا وسهلا، حياك الله. ست يعني يعني من واقع تجربتي ونظرتي للمجتمع، زين أكو مواضيع بعيدة عنها الناس يمكن ما تعرفها. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. الموضوع العوائل أو الأهل من فهمين بناتهم أو أولادهم العلاقة الزوجية شنو والحقوق شنو. يعني على سبيل المثال المرأة بالنسبة للطبخ، تربية الجهال، التنظيف، هذا مو واجب. هل الناس تعرف أنه هذا مو واجبها وهي ممكن تأخذ أجور عليه؟ الأزواج ما يعرفون هذا الموضوع. الأزواج عنده بأنه هو زوجها لازم هاي تجي تطبخ وتنظف وترتب الجهال وترتب البيت وتربي الأطفال، بس هو هذا مو واجب. هذا بالشرع هي تأخذ عليه أجور لو رادت. هذا مو واجب. لهذا إحنا نشوف بالزمن القديم كانوا يجيبون مثلا ذني الجواري أو الخادمات أو كانت موجودة بالعهد الإسلامي. العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هواية ناس ما مفتهمين. طيب أستاذ محمد، بس إحنا بمجتمعنا ما عندنا هذا الموضوع، يعني ما عندنا موضوع يعني إحنا بمجتمعنا اليوم ما من تعامل الرجل ما من الممكن أنه يوفر مساعدة لزوجته، ما من الممكن أنه عقليته تتقبل ذلك. صح، ومعك يعني. لهذا هي لما رح تقوم بأعمال مو أعمالها تكون متفضلة هي، والرجل لازم يقدر هذا الموضوع.
يعني استاذ انت اليوم راح تسوي لنا ممكن انه مشكله كبيره مع الرجال يعني لا هو انا هسه اريد اسال هل حضرتك انت يعني مثلا ما مخلي زوجتك بين يعني هاي الاعمال البيتيه وكذا مثلا موفر لها شغاله او فد شيء بس هذا السؤال يعني انا حبيت لا انا بالنسبه لي مثلا زوجتي مثلا بيوم اللي تد مثلا ما عاجبها تطبخ او ما تطبخ نعم جيب لها دليفري حقها ما تطبخ بدها دليفري او ممكن انا اطبخ لها كل زين والله نتمنى الرجال يسمعوك ما تريد تغسل هدوم انا اغسل لها طيب واللي ما عنده امكانيه انا اغسل الجراج واللي ما عنده امكانيه اليوم لا ما عنده امكانيه من جايبين شغاله احنا طيب اذا احنا بدنا نساعد هي هو الموضوع طيب. مو موضوع اعناد او هي تعاون الرجال قوامون على النساء او يعني طيب من هذا القبيل او العنصر الذكوري الشرقي المتطرف هذا الموضوع مع الباحثه الاجتماعيه شكرا لحضرتك نورتنا طبعا اليوم الاتصال الهاتفي هذا مو ايجابي لا 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 بس هاي ايجابي لا انا اشوفه ايجابي ومساند طيب. بس هي نعم يعني عذرا المقاطعه يعني احنا في السنوات السابقه كنا نشوف اذا البنيه مطلقه صراحة حتى تستحي تطلع من البيت. في اليوم خلينا نتكلم عن موضوع الخجل الآن في الفترة الأخيرة. نعم. في السنوات الأخيرة الأهل يعني يشجعون إنه البنية تطلق. فهل هذا الموضوع هو سلبي أم إيجابي؟ هل اليوم إنه يحلون مشكلة بيتهم قبل ما تبدي إنه العشرة الزوجية بعد سنوات أخرى وبعد تصير عندهم أطفال وأكيد راح يظلمون الأطفال بهذا الموضوع. فكلمينا عن هذا الموضوع أكثر. أولاً إحنا نرجع إلى يعني الدين وتعليمات الدين إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. لكن هو حل لحياة يعني أصبحت جحيم ما بين يعني اثنين. لكن اليوم هل نعم أنت أكو طبعاً كثير من العوائل اليوم اللي ساهمت بهدم حياة الزوجية لأولادهم سواء كان يعني ولد أو الفتاة يعني كثير من الأمهات ساعداً قلت لك بدمار الحياة الزوجية وأيضاً أصبحت أطفال ضحايا من خلال التدخل العوائل فهنا إحنا مؤاني حكيتها قلت هي الحياة يعني الزوجية مو فقط بدلة وخلص لا هي أولا هي شراكة هو اسمه شريك إذا أنا طبعا أحيي هذا الرجل هو إحنا اليوم مو نقول لك كل الرجال يجيب لكن هو متفهم الحياة تعاون الحياة شراكة نعم الحياة يعني اليوم مثلا الرجل من يدخل على بيته ويلقى زوجته مثلا بالأطفال يعني شنو الضير إذا يبتسم شنو الضير إذا يسمعها كلمة طيبة الله يبارك بيك هاي الكلمة ثقي إلها مردود إيجابي وراح تنسى كل التعب اللي تعبته طيب ستدخل وخلي نركز على نقطة جدا مهمة يعني أيضا من خلال هذا الموضوع أنت ذكرتي أنه الأهل هم سبب ممكن رئيسي حول هذا الموضوع طيب ممكن اليوم البنت إذا حاضت على سرها بينها وبين رجلها وحاضت على العلاقة الزوجية ما بيناتها بدون طرف ثالث من الأهل يعني بصراحة بعض التأثيرات الأخرى الخارجية تأثر على البنية مهما كان عمرها أحسنت. فممكن إنه يعني إذا صارت مشكلة خلت هذه المشكلة ممكن إنه للي العادي يهدأ الرجل يصير تفاهم حلو بيناتهم يصير اعتذار طبيعي كل رجل يصير عصبي وطبيعي إنه كل مرأة شوية تنزعج من بعض الأمور فممكن إنه الحل الرئيسي إنه ضم مشاكلها ضم سرها بعيدا عن الأهل أحسنتي هو هذا مو ليش أنا قلت لك الكثير من الأمهات اليوم هم سبب بتفكك الحياة الأسرية بين أولادهم السبب طبعا هي يعني البنية الزوجة يعني الصغيرة والكبيرة ألو ماما هيك صار ألو اليوم هيك تغدينا هيك عشينا كذا صار عصبي مو هي المشكلة راح تاخذ الأم أو الأهل راح ياخذون نظرة عن يعني فعلا يجوز عصبي يجوز حالة يعني فمن تنقل الصغيرة والكبيرة للأهل هنا راح يصير التدخل ما بين طبعا ها العائلتين سواء كانت عائلة الشاب أو عائلة الفتاة فتصير يعني صار قال وقيل وكذا ولكن إذا هي نقول معدلة وتحفظ سر زوجها وما تخلي يعني تدخلات ما يخالف خلي يدخلون لكن يدخلون بالأشياء الإيجابية هنا قدرت تحافظ على زوجها وحتى زوجها راح ينظر لها بنظرة بين هاي نظرة يعني احترام وبأن هي هاي أم بيتها دخلتهم ممكن الأهل
يصيرون بصراحه ويا النسيب. انا هوايه مشاهده يعني هيك اهل يصيرون ويا النسيب وهي حسب ايه وهي حسب نفسيات. نعم كثير كثير من العوائل ما تتقبل يعني ما تتقبل يعني احنا ما نريد نقول لا هم اكو ناس لا بالعكس حتى وان اجتهم بنتهم زعلانه يهدئوها ويرجعوها ليش في سبيل حتى تمشي الحياه. طيب ست خلود تحدثنا عن كل هاي التفاصيل وانا بصراحه اريد استثمر الوقت كله بوجودك هنا بصراحه. ست خلود مثل ما تعرفين مو بس الشاب اليوم عليه العتب او الفتاه لا هم اثنيناتهم وهذه حياه مشتركه وسبق وان ذكرنا هذا الموضوع. طيب شو وقت اليوم الفتاه او الشاب ينهون ضروري هذه العلاقه؟ شو وقت تقول خلاص لا انا لهنا انا بعد ستوب لازم انهي هذا هاي العلاقه، لازم انهي عدم الاحترام او لازم انهي موضوع الخيانه الزوجيه لانه تكررت اكثر من مره ومن الممكن هوايه تفاصيل ولحد اي نقطه ممكن انه يكون الموضوع داخل عائلتها فقط يعني بينها وبين زوجها بدون ما الاطراف الاخرى تتدخل. شو وقت الفتاه او الشاب يقولون خلاص هذه العلاقه لازم تنتهي بابغض الحلال؟ نعم يعني طبعا الحياة الزوجية طبعا كثير تتمر بكثير من المشاكل لكن إذا بقت المشاكل مستمرة وتشوف يعني أكو بهن زوجات يعني تحملا بما فيه الكفاية لكن هو هذا ديدن زوجها مثلا المفروض يعني اكو تفاهم اكو ود بان قلت لكم هي الفخر للنهايات أكيد. اليوم بدايه حلوه تعرفوا والزواج وصار اطفال يجب ان يفكرون باطفالهم خلاص وصلت الى مرحله يعني بعد ما تتحمل لا الزوجه ولا هو الزوج شنو الضير اذا قعدوا اثنيناتهم يتفاهمون شنو حقوقي وشنو حقوقك وشنو واجباتك تجاه خاصه على الاطفال بيناتهم يحلو كثير طبعا من الازواج اكو علاقه احترام بيناتهم ده يشوف يعني هو يعرف واجبه تجاه اطفاله بحيث قبل ما تروح للمحكمه هو يدز المصرف واكو لا للاسف كثير من الاباء يعني لا مويتي يتوقف على الالف هذا واني مشاهده هذا الشيء بام عيني يعني من توقف زوجته أمام القاضي وتطلب يعني نفقة الأطفال يعني على الألف هذا يحاسبها إيه ليش مو هي شلون يعني مو أطفالك ذولا يعني أتذكر أحد القضاة أنا كانت موجودة قال له اعتبرها شغالة شغالة وهم عندك أطفال ثلاثة أو أربعة يعني قد تعطي أجور مو هي هاي باقية يعني راح تربي وتكبر وتحافظ على أولادك ليش أنت تتوقف على فد مبلغ زهيد ما يسوى فهنا طبعا تتبع تربية الشخص وضميره هنا يعني انتهت الحياة لا بأس انتهت يعني خلوها نهايات حلوة يجوز يعني هاي بنهايتها راح يبدون اثنيناتهم بداية صح لكن كونوا واحد للثاني سند لخاطر الأطفال كونوا أصدقاء انتو يعني خل تنتهي الحياة مثل ما بدأت بود واحترام طبعا. لأجل أطفالكم لأجل العشرة يعني أنا يمكن تعرفت عليكم لمدة ساعة أتذكر هاي الكلمة والابتسامة كيف ما إذا كانت عشرة طويلة يعني طبعا أكيد وياهم أطفال أستاذ خلود الشمري شكرا لحضرتك نورتينا اليوم شكرا جزيلا لكم نورتينا ويا ربي إن شاء الله لنا لقاء قريب شكرا جزيلا وشكرا على هاي البرامج اللي تسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية شكرا شكرا لك يا همزه انا رحبك طبعا بصراحه ما اتمنى لاي احد هذا الاحساس وما اتمنى لاي احد يوقف قدام القاضي وتكون نهايه ما حلوه ومأساويه ضروري انه نخلي الاحترام والمودة هي النهاية النهايات الحلوة راح من الممكن تخلينا نبدي من جديد ونحب بعض من جديد أكيد ونحترم بعض من جديد الكل رجل يحافظ بالضبط. على المرأة ويكون سند لها ويقدرها ويقدر ظروفها ويحترمها أهم شيء الاحترام تحياتنا لكل مرأة تحفظ رجلها وتحفظ بالضبط. سر بيتها أهم شيء السر بالضبط إذن مشاهدينا الكرام راح نروح لفقرة امتلك صحتك العلاج بالأوزون لجميع الأمراض إلى هناك